بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا مشاهدينا ومتابعينا في قناتنا خير بشاد، جبنا لكم فيديو جديد صيد القيوط والخنازير بالبنادق النارية. هنشوفه انت مع بعض. إصابة قاتلة. شوف 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 شوف، الخنزير يتقدم نحو الصيادين. أصيب. إصابة في الصدر مميتة. شوف القيوط مسرع اتجاه الصياد. أصيب. شوف جاي من بعيد. شوف بينه وبين الصياد مفيش. طبعا انتم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اللي ما اشتركش اشترك معانا، وانا وعدكم باذن الله تعالى جاه احلى واحلى واحلى بفضل الله تعالى. الصياد ارتبك فاجأ والخنزير. الصياد أعصابه فلتت. في الصدر. شوف الكلاب تلاحق الخنزير. شوف 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 الخنزير ايه رايح ناحية الصياد. إصابة مميتة. الخنزير ما حركش ساكن. شوف إصابة مميتة. صياد محترف. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.